رأيك في هذا القرار وإنك تغير المدرب وخصوصا عند مباراة مهمة ضد البرتغال؟ انا اشوف صح انه غلط بهالتوقيت وشي، لكن هو اللي سواه المدرب، هو اللي جاب هالكلام حق نفسه ولا رد على الديره كلها يعني. ومثل ما قال الكابتن يعني غريبه من نادي ريال مدريد بهالتوقيت ان هاي دير، مهما يكون المفروض انه ما يعلن ريال مدريد، ما يعلن زي من المقتضى العمليه ريال مدريد ليش ولا المدرب خبر حتى لو موقع وياه انت المفروض يكون في صمت خلاص، بس انت ويانا وتعال وقع رئيس نادي ريال مدريد والمدرب كل واحد يحتفظ بهالكلام. اسم ريال مدريد وتحقيقه في الفتره الاخيره 3 تشامبيونز ليج ورحيل زيدان ما يتحمل كاسم وجماهيريه ان فتره طويله ما يكون في مدرب، فعشان كذي ممكن اعلن هالطه. بس بكاس وقت كاس العالم شنو بتسوي واللاعبين موجودين؟ يعني لاعبين ريال مدريد موجودين في المنتخب الاسباني، فراح تاثر اذا موجود المدرب لا، لانه بيمسكهم بالنادي فراح ياثر تعامله معاهم طريقته معاهم. صحيح. اللي سووه صح الاتحاد الاسباني انه يلا انت ما احترمت الديره يلا روح مشاري. بعدين خلينا نقول انه كمل معاهم وخذ كاس العالم حتى لو كان في اتفاق، شنو كان راح يكون موقف المدرب؟ يعني المفروض حتى من المدرب يعني من الذكاء انك تنتظر على الاقل شوف شنو يصير بكاس العالم، ممكن انها تحقق لك هذه مجد، تحقق لك سي في قوي. طيب انت مو مضمون امام ريال مدريد، انت الان امام في عمل داخل بطوله اقوى بطوله بالعالم، كل الانظار متجهه لك. اغاله البوتيغي ابو طلال قالها امس ان ثاني أسوأ يوم في حياتي بعد وفاه والدتي. اليوم قال اسعد يوم في حياتي اليوم انا. ايه يقول اليوم امس قال أسوأ. أسوأ. إيه؟ اليوم اسعد. ايه اسعد يوم انه وقع ريال مدريد. اكلكتي هالمبلغ.